سائل يقول: رجل يبيع ويشتري في الذهب مع أحد البنوك، فعند الشراء يشتري كمية معينة من الذهب ويسلم للبنك قيمة الكمية دون أن يقبض الذهب، ثم يوكل صاحب البنك ببيع الذهب وله نسبة معينة سواء باعه بربح أم بغير ربح، فما حكم هذه المعاملة؟ وهل النسبة المعينة التي يأخذها صاحب البنك تعتبر محرمة أم هي عبارة عن إيجار له؟ لا يجوز له يوكل البنك حتى يقبض الذهب، يسلم الدراهم ويقبض الذهب، فإذا قبضه يوكل البنك في بيعه، أما أنه يوكل البنك قبل أن يقبض الذهب هذا أمر لا يجوز.